حكي لي ستنا، شو رأيك بالمسلسل؟ يعني ما كتير بصراحة، لسه معروفة والبطل مش معروف. ستنا بعرف انه البطل مش معروف، بس انا متأكد انه بيضرب. انا ما بحس انه بيضرب، يعني لو جبت لك ممثل مثل يوركو شلهوب او يوسف الخال كان اكيد بيضرب. وحياتك غلطاني، عكفيلتي هالممثل بيضرب والله 100%. طب شو بيأكد لي انه هيدا الممثل بيضرب؟ فيليب تفضل. ما قلت لك انه بيضرب؟ نحكي بسعر الحلقة؟